توتر في تعصيب لأنه طالع على المسرح يعني. بس أول خمس دقايق بس تشوف تجاوب الناس وهيك بتلاقي حالك أمورك تمام. مهرجان دبي بيعني لي كتير. أول شيء مش أول سنة بدبي، وكورين أخت وبعتز فيها ودائما جنبها، وبكل مهرجانات لبنان نحن جنبه لأنه هذا بيعطي رسالة فرح ورسالة أمن. بدي حبك شو قلتي قبلتي ولا ما قبلتي؟ بدي حبك شو قلتي قبلتي ولا ما قبلتي؟ شرفتوا جميعا، اهلا وسهلا. شكرا رئيسنا السيد ابو علي الاشرف، استاذ رفيق شلال الفريق، شرفتوا جميعا، اهلا وسهلا. هذا المهرجان رساله فرح ورساله نبعثها لكل العالم العربي انه البلد بخير والبلد بامن بامان، ونحن عايشين احلى عيش ان شاء الله. ان شاء الله بتضلوا بخير دائما وبتضلوا دائما دعاة سلام وفرح. شكرا. والله رضاي الحمد لله يعني، بس شوف ردة فعل الناس بتنبسط يعني. الأغاني مثل أنت عم تتفضل وتحكي الناس عم تحبها، وبالألفات يوتيوب والملايين كمان صاروا. بشكر الله، وإن شاء الله دايما نقدم هيك، نقدم الأفضل دايما. الكليب كمان روعة، سعيد بدع، وإن شاء الله حيكون فيه تجارب تانية كمان. شو جابك عحيي